ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنشرح جزء دكتور عصام اللي هو الموسفت، هنخلصه ان شاء الله. ويبقى كده ناقص لنا تكملة شيت رقم واحد جزء دكتور هشام، وانا للأسف مش هعرف ابتدي فيه الاسبوع ده لان هو لسه ما خلصش كل المحتويات اللي تخلينا نقدر نكمل الشيت. فالنهارده ان شاء الله هنشرح الايه الموسفت. طيب بالنسبة للفيلد افكت ترانزستور، ممكن يبقى جنكشن فيت او ميتال اوكسايد سيما كوندكتور. النوعين دول نفس الثلاث اطراف بتوع الترانزستور اللي هو الجيت والدرين والسورس، ونفس الاي سي موديل. انما الاوبريشن من جوه بقى دي ان ديتيلز الدكتور اعتقد هو كان قالها لكم في المحاضره، ما تهمناش احنا في السكاشن. انا يهمني اعرف الاطراف والسيمبل بتاعه والموديل. تمام، السيمبل بتاع الجيفت زي الموسفت بس السهم بدل ما هو خارج من هنا، لا بدخله من ناحيه الجيت بس مش اكتر. فلو قالك في المساله جيفت او موسفت اللي هو ميتال اوكسايد سيما كوندكتور، مش هتفرق معاك في الحل اي حاجه. طيب نبتدي بقى، نبتدي نقول ان الثلاث اطراف بتاع الترانزستور هما الجيت والدرين والسورس. ممكن يبقى ان موسفت او بي موسفت. تمام، بنيجي نقول هنا ايه الحته دي كده بتبقى فاضيه، دي معناها ايه؟ معناها ان في هنا ماده عازله او انسيليتور او داي الكتريك. فانت لما تيجي تدخل كارنت، الكارنت مش بيعدي من داي الكتريك، فالجيت كارنت ايكوال زيرو. يبقى دايما الجيت كارنت ايكوال زيرو، سواء بقى في الجيفت او الموسفت او ان او بي، كله الجيت كارنت ايكوال زيرو. تمام، امال فين الكارنت اللي بيمشي في الترانزستور؟ الكارنت ما بين الدرين والسورس، هو الكرنت اللي بيمشي في الدرين هو نفس الكرنت اللي بيمشي في السورس. فهتلاقي عندنا مفيش كرنت جيم. ليه مفيش كرنت جاي من الانبوت رايح للاوت؟ لا، ده هو الكرنت، هو كرنت واحد بيمشي من الدرين للسورس ومفيش جيت كرنت. فالمطالب بتاعتنا عمرك ما هتشوف فيها كرنت جيم زي البي جي تي اللي قبل كده. ده بالنسبه لي الاي سي موديل بتاع الترانزستور عباره عن، في هنا مسار مفتوح اهو اللي هي المقاومه الكبيره جدا لان الجيت كارنت ايكوال زيرو، فمعنى الجيت كارنت ايكوال زيرو انا كاني شايف مقاومه ما لا نهايه. تمام، وهنا في جهد ما بين الفي جي اس، فعندي هنا كارنت سورس جي ام في الفي جي اس، والجي ام دي هي ترانس كوندكتنس اللي هي واحد على او، واحد على ام في فولت يديني كارنت. وفي عندي كمان في الموديل ار دي اس، مقاومه ما بين الدرين وما بين السورس، ابلاي عليها في دي اس. يبقى ده كده الموديل بتاع الموسفت بشكل عام، ان او بي جيفت او موسفت، ده نفس الموديل اللي احنا هنشتغل عليه. المفروض عشان تحل المساله يديك في الامتحان الجي ام والار دي اس. طب لو هو ما ادكش قيمه الار دي اس، تقدر تعتبرها ان هي كبيره جدا وبالنسبه لك كانها اوبن سيركت. طيب زي ما اشتغلنا في البي جي تي، كان في عندي كومون كوليكتور واميتر وبيز، هنا برضو نفس الكلام. هيبقى عندي ثلاثة كونفيجريشن، كومون سورس، كومون درين، كومون جيت. هنشتغل على كل واحد ونجيب ثلاث حاجات، زد انبوت، زد اوتبوت، فولتج جيت. بالنسبه لاول كونفيجريشن معانا اللي هو الكومون سورس، هتلاحظ هنا ان الانبوت داخل على الجيت والاوتبوت متاخد من الدرين، فده كومون سورس. تمام كده. طيب عشان نشتغل اي سي اناليسيس، بنحط الفي دي دي بشورت سيركت والكاباستور كلها شورت سيركت. تمام، نشوف بقى الموديل. طبعا انا عندي هنا الموديل اهو، في عندي مقاومه على الار جي اهي، هي دي ما بين الجيت وما بين الجراوند. وفي عندي طبعا معمل شورت سيركت الار اس هتضيع. في عندي من ناحيه الدرين مقاومه ار دي وار ال بارل مع بعض اهي، ار دي وار ال بارل مع بعض، والار دي اس دي بتاعت الموديل، وده الفي انبوت بتاعي اللي هو ما بين السورس، انا اسفه، ما بين الجيت وما بين السورس. تمام، طيب الفي انبوت ده ممكن يقول لك في المساله يا اما ايديال سورس يا اما نون ايديال سورس. ايديال سورس يعني الانترنال ريزيستنس بتاعته اللي هي الار اس بزيرو، يعني هو الفي انبوت بس، مفيش سيريز ريزيستنس معاه. انما لو قال لك ان السورس بتاعي نون ايديال، يبقى هتحط مقاومه سيريز مع الفي انبوت رمزها ار اس. تمام، طيب هدي هتفرق معانا في الحل، وهنشوف كمان شويه. طيب تعالوا نشوف كده حاجة سهلة في الأول، ده ازاي نجيب الزد انبوت. الزد انبوت بتاعتي هنا انا شايف الايه
الار جي لان المسار ده مكتوب، فما فيش علاقه بين الجزء ده والجزء ده. فشايف بس ار جي بنى معاها مقاومه ما لا نهايه، فالمقاومه ما لا نهايه دي كانها مش موجوده خلاص، يبقى التوتال بتاعي هو ايه؟ هو الار جي. يبقى زد انبوت هي الار جي. طيب لو انا هشتغل على الفولتج جين، عشان اجيب الفولتج جين هو عباره عن الفي اوت على الفي انبوت، والوسيط هنا هيبقى الفي جي اس، لان الفي جي اس موجود هنا موجود هنا كمان، فالوسيط بتاعنا هو الفي جي اس، زي ما كان هناك في البي جي تي الوسيط اي بي لو انتوا فاكرين. فهنا الوسيط بتاعنا هو الفي جي اس، فالفولتج جين هو في اوت على الفي انبوت، خدت وسيط في النص الفي جي اس، فالمفروض هجيب الفي اوت على الفي جي اس من الجزء ده، واجيب الفي جي اس على الفي انبوت من الجزء ده، تمام كده. طيب تعالوا هنا كده، المفروض عايز اجيب الفي جي اس الفي اوت على الفي جي اس، فهقول ايه؟ لو انا اعتبرت التلاتة ريزيستنس دول كده كلهم بارل مع بعض وماشي فيهم الكرنت اهو، هيعمل لي موجب سالب. يبقى الفي اوت بتاعتي عبارة عن ايه؟ الكرنت ده مضروب في المقاومات البارل دول مع بعض بس بإشارة سالب، عشان الكرنت هيمشي تحت لفوق. يبقى الفي اوت بتاعتي هي ناقص جي ام في الفي جي اس في التلات مقاومات بارل مع بعض. لو قسمت على الفي جي اس كأني ايه؟ كأني جبت اول ترم اللي محتاجه مين؟ في الفولتج جين. طيب عشان نجيب الترم التاني، الترم التاني هنا خلي بالك الفي جي اس هو هو نفس الجهد اللي على الار جي، هو هو نفس الجهد اللي ايه؟ اللي بيدوني الفي ام. يبقى بما ان التلاتة دول بارل مع بعض، يبقى اذا الفي ام هو مين؟ هو الفي جي اس، تمام. طيب يبقى في جي اس على الفي ام هنا ساعتها هيكون بواحد، فواحد في حاجة تطلع الحاجة دي، يبقى المفروض الفولتج جيم بتاعي هيبقى الجزء ده كده بس. ده الكلام ده لو ايه؟ لو هنا ايديال سورس مفيش ار اس، انما لو في ار اس ساعتها لا، الجهد ده هيبقى غير الفي ام، تمام. اهو الفي جي اس على الفي انبوت بيساوي واحد، والفولتج جيم بالنسبه لي اهو. لاحظ برضو الكومن سورس يناظر هناك الكومن اميتر، فكان في فيش شيفت فالاشاره بتاعتك سالب، وده الكونفجريشن الوحيد اللي هتلاقي فيه اشاره سالب، اللي هو الكومن ايه؟ اللي هو الكومن سورس، وده اسهل كونفجريشن كمان، تمام، اسهل في الحل. طيب هنحل نفس المساله اللي فاتت دي، بس في الحاله دي هيكون نون ايديال سورس، يعني حطيت ار اس سيريز مع مين؟ مع الفي انبوت بتاعتي. طبعا المعادلة اللي بتربط ال V out بال V G S من الحتة دي زي ما هي، أنا الجزء ده كده مفيش تغيير، إنما اللي هيبقى فيه تغيير عندي هو في الجزء ده، علاقة ال V G S بال V input هتبقى مختلفة إزاي؟ المفروض ال V input هو فيه فولتج ربع على ال R S زائد الفولتج ربع على ال R G اللي هو ال V G S بتاعتي. يبقى المفروض ال V input بيساوي R S في الكارنت اللي ماشي فيها، أو الفولتج ربع على ال R S زائد الفولتج ربع على ال R G، أو ممكن تشتغلها بفولتج ديفايدر. انا لو عايز الجهد على الار جي فهو الجهد الكلي في المقاومه اللي انا واقف عليها لمجموع المقاومتين، وده اللي انا كتبته هنا، ان الفي جي اس بتساوي الفي انبوت في الار جي على الار جي زائد ار اس. لو قسمت الفي جي اس على الفي انبوت خدت الترم ده، الترم ده اتغير عشان هنا نون ايديال سورس، انما هناك كان بواحد لما الايديال سورس خلاص. يبقى انت بدل ما كنت بتضرب المعادله في واحد هتضربها في الايه؟ في الترم ده بالنسبه لي بس كده. يبقى ده الفولتج جين الكومن سورس في حالة نون ايديال سورس، وده الفولتج جين في الكومن سورس في حالة الايدال سورس، تمام كده. طيب تاني كونفيجريشن عندنا اللي هو الكومن درين، تمام. هنا الانبوت داخل على الجيت والاوتبوت متاخد من السورس، يبقى ده كومن ايه؟ كومن درين. طيب اما نيجي نشتغل على السيركت، هنعمل شورت سيركت لايه؟ للكاباستور. فالشورت سيركت ده هيضيع معايا الار دي، وطبعا الفي دي ده على جراوند، فكأن عندي الدرين بالجراوند. وهنا ان عندي السورس فيه مقاومتين بارل مع بعض اهم، ان عندي السورس فيه ار اس وار ال، تمام، وده الجزء بتاع الموديل اصلا، ده اساس الموديل. والدرين بما ان المقاومه دي ضاعت بالكاباستور فالدرين اهو على الجراوند. وفي عندي ناحيه الجيت حاجتين، ار جي متصله ما بين الجيت والجراوند، بارلل معاها الفي انبوت اهي، الار جي ما بين الجيت والجرام. طبعا الموديل ده انت بترسمه في الاول، بس ما ينفعش نشتغل على الشكل ده لما نظبطه. فهنعمل ايه؟ شايف الجزء ده كده هنشده لتحت ونوصل الجراوند ده بالجراوند ده، فلما تشد الجزء ده لتحت هيبقى الكرنت سورس بتاعي هيبقى طالع، تمام، والنقطه دي كده بالجراوند هتبقى متصله بالنقطه اللي تحت دي، تمام. وفي عندي ار دي، ار دي اس ما بين الدرين وما بين ال ايه؟ السورس اهي، ار دي اس ما بين الدرين وما بين السورس،
تمام. وعندك كمان ال ار اس والار ال اهم هيبقوا موجودين ما بين السورس والجراوند اهو، ادي السورس وادي الجراوند. فكانك في الاخر شديت الجزء ده كده، نزلته تحت بس دخلته لجوه، خليت الار ال بقى زي بالظبط ما كنا بنعمل في البي جي تي. طيب بالنسبه للجزء ده طبعا الجراوند هيبقى مربوط في الجراوند، بس الحته دي كده هفردها، يعني الحته دي كده هفردها تبقى هي الحته دي، وبعد كده بعد ما فردتها هنزل من نقطه الجيت حاجتين ار جي ومين وفي ام، يبقى دي التظبيطه بتاعه الموديل ده. طبعا في الامتحان انت بترسم ده الاول وبعد كده بتطلع منه ده. طيب تعالوا نشوف بقى نشتغل عليه ازاي. طيب احنا هنا مش هنبقى شايفين الرسمه، هطلع لكم الرسمه هنا كده. لو انا بصيت من بعد السورس هلاقي مين؟ هلاقي الزد انبوت. فالزد انبوت بالنسبه لي هنا هي الار جي. هتقول لي طيب ما هو في جهد هنا، وليكن الجهد ده ليه قيمه، فالمفروض في جهد هنا وفي جهد هنا، فالمفروض الار جي دي ينبرل معاها مقاوم. ماشي لحد دلوقتي الكلام سليم. فانا لو قلت الار جي برل معاها ار والار هبص عليها من هنا، فالمفروض الار هي الجهد المتشاف على الكرنت اللي ماشي فيه، فالكرنت اللي ماشي في المقاومه هنا المسار ده مفتوح، فالكرنت بزيرو. فلما تيجي تقول في جهد على زيرو بما لا نهايه، يبقى الار البارلل مع الار جي هنا بما لا نهايه. يبقى انا في الحاله دي شايف ار جي هي الزد انبوت بس زي ما احنا كاتبين هنا كده. يبقى الزد انبوت بالنسبه لي هي الار جي بس، زي الكومن سورس اللي شفناها قبل كده. تمام. طيب بالنسبه للزد اوت هنشيل الار ال ونحط مكانها في 2 ويطلع اي 2. خلينا بقى نرجع للرسمه دي عشان الرسمه دي هي اللي هنشتغل عليها ايه في الزد اب. وعملنا شورت سيركت على مين؟ على السورس. اهو شورت سيركت على السورس نفس الرسمه، ورحت شايل الار ال حطيت مكانها في 2 طلع كرنت اي 2. المفروض عشان اجيب الزد اوت هي الفي 2 على الاي 2، يبقى اجيب معادله الفي 2 فانكشن فين؟ في الاي 2. طيب عشان للتسهيل هنعمل ايه؟ هناخد المقاومتين دول بارل مع بعض نسميهم ار اس داش، وهنيجي نطبق عند النود دي كده اللي هي الكيرشوف كارنت لو، الكارنت اللي داخل يساوي الكارنت اللي خارج. فطبعا الكارنت اللي داخل جي ام في جي اس، وفي كارنت داخل تاني اسمه اي 2، كل الكلام ده بيساوي الكارنت في المقاومتين دول برر مع بعض اللي هي الحته دي كده. فالكارنت اللي ماشي في الار اس داش هو في 2 على مين؟ على ار اس داش اهو. يبقى الكارنت اللي داخل يساوي الكارنت اللي خارج. طيب المعادله دي فيها في جي اس، وانا مش عايز اشوف في جي اس، انا عايز اجيبها بدلاله الاي 2 او الفي 2. فهنيجي نقول ايه؟ طب الفي جي اس بتاعتنا اللي هي دي كده هي عباره عن الفي جي ناقص الفي اس. اهي الفي جي اس هو عباره عن جهد الجيت ناقص جهد السورس. طب جهد الجيت متوصل بايه؟ اهو جيت متوصل بشورت سيركت، والشورت سيركت دي راح على الجراوند. يبقى في الاخر كأن الفي جي عندي متوصل بايه؟ بزيرو. طيب والفي اس، الفي اس بتاعتي هي الفي 2، جهد النقطه دي هو الفي 2. يبقى الفي جي اس هو عباره عن 0 ناقص في 2، فالفي جي اس كانها ناقص الفي 2. طب انا ليه بعمل كده؟ عشان انا ما اجي اعوض بالفي جي اس هنا تبقى المعادله كلها فانكشن في الاي 2 والفي 2، اقدر من خلالها احسب مين؟ احسب الزد اوت. فهنا هي المعادله بعد ما عوضت بالفي جي اس بناقص في 2 وخليت الفي 2 لوحدها في طرف والاي 2 لوحدها في طرف، قسمت الفي 2 على الاي 2 جبت مين؟ جبت الزد اوت بتاعتي. تمام. برضه هقول تاني الزد اوت ما ينفعش تبقى قيمه سالب او قيمه اقل من الواحد. خلاص كده. طبعا المقام هنا عندك هيبقى قيمته صغيره جدا، عشان واحده حاجه صغيره تبقى القيمه تكبر. تمام. اوكي. طيب بالنسبه للفولتج جين برضه احنا محتاجين نشوف الرسمه بتاعتنا. ادي الرسمه عشان نشتغل عليها ونجيب الفولتج جين. الفولتج جين هو الجهد اللي خارج على الجهد اللي ايه اللي داخل. طيب الجهد اللي خارج اللي هو من الحته دي، الجهد اللي داخل من الحته دي، وهناخد الوسيط زي ما اتفقنا قبل كده اللي هو مين؟ الفي جي اس. طيب تعالوا نجيب الفي اوت على الفي جي اس من الانبوت، من قصدي من اوتبوت لوب. فاحنا زي ما احنا عملنا قبل كده هناخد الثلاث مقاومات دول بارل مع بعض ونمشي فيهم الكرنت، بس بما انك انت ظبطت الدايره والكرنت اتجاه لفوق فالكرنت هيمشي كده يعمل لك موجب سالب، يبقى الفي اوت بتاعك يبقى موجب. يبقى لو خدت الكارنت ده ضربته في الثلاث مقاومات بارلل القيمه في الاخر هتطلع موجب اهي.
ليه؟ لان اتجاه الكرنت سورس بتاعي لفوق، يبقى الفي اوت بتاعتي هنا موجب. فلما تقسم الفي اوت على الفي جي اس يطلع لك الجي ام في ايه، في الثلاث مقامات بنال مع بعض. تمام. طيب بالنسبه للانبوت بقى، تعالوا نشوف ازاي نجيب علاقه ما بين الفي جي اس والفي انبوت عشان نجيب الترم ده. طيب واضح كده ان الفي انبوت بتاعي بيتجزأ على حاجتين، في جي اس وفي اوت، لان ما بين النقطه دي والنقطه دي لازم امشي مسار واقفله، فما بين النقطتين دول هو الفي انبوت. طب ما بين النقطتين دول اقدر امشي كده في جي اس وكده اللي هو مين، الفي اوت. يبقى الفي انبوت بتاعتي هي في جي اس زائد مين، في اوت. طب ما انت الفي اوت اصلا جبت لها معادله قبل كده، تعوض بيها الفي جي اس فين، الفي اوت اهي دي معادله الفي اوت، تاخد المعادله دي تعوض بيها هنا، بقت المعادله بتاعتك فانكشن في حاجتين، في انبوت ومين، في جي اس. طبعا المعادله دي مش هنعرف نستفاد بيها حاجه لان دي فيها في اوت، وانا عايز في الاخر اجيب الترم اللي هو ايه، الفي جي اس مع الفي انبوت، فمش عايز اشوف في اوت، فهتشيل الفي اوت وتحط مكانها المعادله اللي انت جبتها قبل كده. كده خلاص سهل ان انت تقدر تجمع الفي جي اس لوحدها والايه والفي انبوت لوحدها. تمام. طيب تعالوا نشوف كده اهي، جمعنا ان المعادله دي الفي جي اس على الفي انبوت اهي، تضرب المعادله 2 في المعادله 1 جبت مين، جبت الفولتج ان. الفولتج ان هنا في ملحوظتين عليه، اولا قيمته موجبه، تمام، ثانيا الترم اللي في البسط هو هو الترم اللي في المقام بس متدفع عليه 1. فلما تقول مثلا 10 على 11 فطبيعي ان الترم ده كله هيبقى اقل من ايه، هيبقى اقل من 1، هيبقى اقل من 1. ف الدايره دي اللي هي كومن درين الفولتج جين بتاعها بواحد، ده الايديال كيس، هو اقل من 1 بالظبط زي ما كنا هناك في الكومن كولكتور. خلاص الفولتج جين عندي بكام، بواحد، فبنسميه فولتج فولور، يعني الجهد اللي على الانبوت بيطلع في الاوت على اعتبار ان هو لو واحد فما فيش جين، فالجهد اللي على الانبوت بيطلع على طول في الايه، في الاوت. تمام بس كده. لو نفس المسألة اللي احنا شفناها من شوية اللي هي الكومون درين، بس اشتغل عليها بس ما يكونش السورس ايدل، يكون نون ايدل سورس، يعني في ار اس. طبعا هنا انا كتبت الار اس مول ليه، عشان في عندي هنا ار اس كابيتال، فلو كتبت هنا ار اس كابيتال هيبقى في لخبطة ما بين الاتنين، فحطيتها هنا سمول على اساس ان دي الانترنال ريزيستنس بتاع السورس، وبالنسبة لي هنا نون ايدل سورس. عشان نشتغل على النون ايديال سورس عايزين نعرف هنعمل ايه. قال لك بص، انت لو اعتبرت ان الجهد اللي داخل ده شويه على الار اس وشويه على مين، على الار جي، طب ما هو الار جي دون كان عليه الفي انبوت قبل كده، فالمعادلات اللي انت جايبها من شويه هتشتغلها هي هي، بس كده بدل ما كنت بتكتب في انبوت اكتبها ايه، في انبوت داش، وبعد كده هنجيب في انبوت داش بدلاله مين، الفي انبوت. يعني انت في الامتحان تشتغل عادي خالص نفس الانس اللي احنا عملناه من شويه، بس بدل ما هتكتب في انبوت هتكتبها في انبوت ايه، داش، وبعد كده تحول الفي انبوت داش لمين، للفي انبوت. طيب انا بقول لك هنا ان المقاومه دي هيبقى لها تاثير على الفولتج جين والزيت انبوت بس. تمام. تعالوا نشوف ازاي ده مع بعض. لو انا باصص من ناحيه الانبوت هنا، من ناحيه الانبوت عشان اجيب الزيت انبوت، فهلاقي ايه، ان الار اس هتبقى ايه، هتبقى زائد الار جي. طبعا الار جي هتبقى بارل مع مقاومه ما لا نهايه، يبقى في الاخر ار جي، يبقى الزد انبوت بتاعتي هي ار اس زائد مين، زائد ار جي. لو كان ايديال سورس فالار اس دي بزيرو، يبقى في الاخر الزد انبوت هي الار جي بس. تمام. طيب بالنسبه للفولتج جين قلت لك خلاص نشتغل عادي خالص بالفي انبوت داش، بس بعد كده هنحول الفي انبوت داش للفي انبوت بالفولتج ديفايدر، اللي هو ايه، ان الجهد الفي انبوت داش هو الجهد الكلي المقاومة اللي انا واقف عليها لمجموع المقاومتين، اهي المعادلة دي. فالمعادلة دي هنستخدمها دلوقتي في الفولتج ايه، في الفولتج جين. الفولتج جين كنت انت بتقول الفي اوت على الفي ام، طيب هنا هيبقى في عندي اتنين وسيط، الفي جي اس والفي ام بتبيش. طيب الترمين دول نفس المعادلات اللي احنا جبناها قبل كده، ولكن هضيف عليه ترم جديد اللي هو العلاقة اللي بتربط الفي ام بتبيش بمين، في الفي ام. المعادلة بتاعت الفي اوت على الفي جي اس دي نفس القديمة، مغيرش فيها حاجة. تمام. بس كل اللي كنت بعمله بقى هنا مثلا الفي انبوت بكتبها في انبوت داش، وهشتغل برضو نفس المعادلة القديمة مفيش اي تغيير، واطلع هي نفس المعادلة. خلاص. طيب
اما تيجي تضرب الاتنين دول في بعض هيطلع لك الفي اوت بدالة الفي انبوت داش، وانا عايز الفي اوت بدالة مين؟ الفي انبوت. فنعمل ايه؟ هنجيب علاقة ما بين الفي انبوت والفي انبوت داش اللي هي الفولتج ديفايدر، وبعد كده ناخد الترم ده نضربه في المعادلة دي والمعادلة دي عشان نجيب الفولتج كام. يبقى الكلام ده بالنسبة للنان ايديال سورس هتبقى نفس الفولتج جين بتاع الايدل سورس بس مضروب في مين؟ في الار جي على ار جي زائد مين؟ زائد ار اس. وكأن الفولتج جين بيقل لما يكون السورس ليه انترنال ريزيستنس، تمام كده، لان الترم ده اقل من الواحد، فكأني بضرب رقم في فراكشن، فالتوتال بتاعه هيبقى قليل. ده كده بالنسبة للكومون درين ايديال سورس نون ايديال سورس. تعال نشوف ازاي الزيت اوت هنجيبها. انا قلت لك من شويه ان الزيت انبوت هي اللي بتتغير والفولتج جين. طيب انا عامله الكلام ده ليه بقى؟ عشان اثبت لك ان الزيت اوت اصلا مش هتتغير. طب افرض جات لك في الامتحان هتعمل نفس اللي انا بعمله. طيب تعال نشوف الزيت اوت. طبعا لما اعمل شورت سيركت على الفي انبوت في عندي هنا ار اس هتبقى بارل مع مين؟ مع الار جي، تمام. حلو، وبقيت الدايره دي ايه اللي هيحصل؟ انت عندك هنا لما الار اس بارل مع الار جي، تمام، مفيش كارنت مرر فيها، مفيش كارنت مرر فيها، فايه اللي هيحصل؟ الفولتج دروب عليها بكام؟ بزيرو. يبقى الجهد بتاع الجيت بكام؟ بزيرو، تمام. طيب بص يا شباب، انا بس هنا الكارنت سورس ده هسيبه لان في قيمه للفي جي اس. انا بس نسيت اقول لكم زد اوت في كومن سورس، تعالوا بس كده نرجع لها بسرعة. في الحتة دي كده لو انا عملت شورت سيركت على الفي جي اس على الفي انبوت، فبالنسبة لي الفي جي اس بزيرو، فمعنى الفي جي اس بزيرو يعني الكرنت دون بزيرو يعني اوبن سيركت. فهشوف زد اوت ار دي بارل مع مين؟ مع ار دي اس اهي. معلش بس انا نسيت اقولها، فهنا الكارنت سورس ده هيتشال عشان لما اعمل شورت سيركت على الايديال سورس هيبقى الفي جي اس بالنسبه لي زيرو، فزيرو في اي حاجه بزيرو يبقى ده بالنسبه لي اوبن. انما احنا دلوقتي قالوا كده يعني هنا لما اعمل شورت سيركت على السورس فبقى في المقامتين دول برد، دول ما لهمش دعوه بالفي جي اس، خلاص يعني الفي جي اس موجود مش بصفر، مش بصفر، تمام. فبالتالي الكارنت سورس ده هيفضل موجود. عشان نحل هنا كنا متعودين برضو في البي جي تي نجيب حاجتين، نجيب نشوف كارنت لو في النقطة دي، وبعد كده نجيب من الجزء ده كده علاقة البي جي اس ونعوض بيها هنا. طيب فتعال نشوف، لو طب انا كده شوف كارنت لو هنا هنقول التيار الداخلي يساوي الخارج، فده اللي داخل. لو خدت المقامتين دول بره مع بعض سميناهم ار اس داش، وفي كارنت داخل كده اسمه جي ام في البي جي اس، يبقى الكارنت اللي داخل اي 2 زائد جي ام في الفي جي اس، كل الكلام ده بيساوي في 2 على ار اس داش، تمام، زي القديمه بالظبط مفيهوش تغيير. طيب بالنسبه للفي جي اس، الفي جي اس بتاعتي هو في جي ناقص في اس، فجهد الجيت هيبقى متوصل بالجراوند. طب طب ما في مقاومه هنا، طب هو في كارنت اصلا مر في المقاومه دي؟ لا، يبقى الفولتج دروب عليها ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. يبقى جهد الجيت متوصل بالجراوند زي اللي فات، عشان كده قلت لك الزيت اوت مش هتتغير. يعني هقول لكم حاجه، وانا بجيب الزد اوت فين اهي، لما كنت بجيب الزد اوت للايدل سورس كنت حطيت هنا شورت سيركت، وبالتالي الفي جي اس الجهد الجيت بزيرو اهو، تمام، وجهد السورس بالفي 2 هو نفس الكلام لما اجي اعمله هنا، مش هيحصل تغيير، عشان كده قلت لك الزد اوت مش هتتغير. في هنا مقاومتين، بس المقاومتين برضو مفهومش ايه؟ مفهومش كارنت، فالفولتج دروب عليهم بزيرو، يبقى جهد الجيت على طول بايه؟ بزيرو. وجهد السورس في 2، فالفي جي اس ناقص في 2، يبقى هاخد الفي جي اس اعوض بيه هنا، فهتلاقي نفس المعادلات اللي انت كنت كاتبها من شويه للايديال سورس. ف الزيت اوت بتاعتي مش هتتغير سواء الانبوت بتاعي ليه انترنال ريزيستنس او ملوش انترنال ريزيستنس، بس كده. يبقى احنا شفنا الكومون درين with ideal source و non ideal source. ال source اللي هو بتكلم عليه اللي هو ال source الفولت اللي هو ناحية الليب، تمام. اخر configuration معانا اللي هو ال common gate.
برضه هنشتغل عليه بايدل سورس ومن ايدل سورس. طيب بالنسبه للرسمه دي، الانبوت داخل على مين؟ على السورس، والاوت متاخد من الدرين، يبقى ده كومون ايه؟ كومون جيت. حتى لو الدكتور حط هنا مقاومه وحط معايا بارل كاباستور، في الاخر الجيت هيبقى على ايه؟ على الجراوند. رسمنا الموديل اهو، ده الموديل، وهنركب عليه المقاومات اللي في التايم. طيب بالنسبه للسورس، في عندي ار اس بارل معاها في انبوت، اهي ار اس بارل معاها في انبوت. وبالنسبه للدرين، في عندي ار دي وار ال بارل مع بعض، والاثنين متوصلين بالجراوند اللي هو الجراوند ده. تمام كده. طيب ما تنساش دايما في الموديل بتكتب الفي جي اس وتحط البولاريتي بتاعتها موجب سالب. اوكي. طب والجيت بتاعنا اللي هو الكومون، هو متوصل بمين؟ بالجراوند. طبعا الرسمه دي مش هينفع نشتغل عليها كده، هنظبطها. هنظبطها ازاي؟ لو خدت الاثنين دول كده خليتهم بارل مع بعض، لان هما من نفس النهايه والبدايه، خليتهم بارل مع بعض وشديتهم، يعني شديت الطرف ده كده، فدول بقى موجودين في النص، دول موجودين في النص اهو ما بين السورس والدرين، اهو السورس والدرين. طيب السورس طالع منه حاجتين، ار اس بارل معاها في انبوت، وما تنساش البولاريتي بتاعت الفي جي اس. انا واقف من هنا فشايف السالب والموجب على الجراوند اهو، وانا واقف من عند السورس شايف السالب والموجب بتاع الفي جي اس على الجراوند. تمام. يبقى ما تنساش تحط الفي جي اس فين. ومن الدرين في حاجتين بارل، ار دي ومين؟ وار ال. ومن الدرين في عندي ار دي وار ال. حلو جدا. يبقى دي الدايره اللي احنا هنشتغل عليها، ونجيب الزد انبوت والزد اوتبوت ومين؟ والفولتج جين. معلش شويه، هو دون اصعب كونفيجريشن، فهياخد مننا وقت شويه. تمام. طيب عشان نشتغل عليه هنشوف بقى هنجيب الزد انبوت ازاي. لو انتوا باصين كده على الرسمه، انا نفس الرسمه اللي فاتت ما عملتش فيها حاجه، لكن زودت على حاجة اللي هو ايه، حطيت هنا كارنت اسمه اي دي. طب ليه؟ لان الكارنت اللي داخل الدرين هو الاي دي. تمام كده. طب ليه اتجاهه كده؟ من الدرين لمين؟ للجراوند. فالاي دي هو اللي داخل على الدرين، اللي هيمشي شوية منه في الار دي وشوية منه في الايه، في الار. طيب عشان نجيب الزد انبوت، لو بصيت من عند السورس هنا كده هلاقي مقاومة اسمها ار اس، بس الار اس دي مش لوحدها، في هنا حاجات تانية، واللوب دي مقفولة. يبقى هفرض ان في مقاومة ما بين النقطتين دول، وهشوف المقاومة دي هحسبها ازاي. يبقى الزد انبوت هي عبارة عن ار اس بارل مع مين؟ مع الار. طب لو كان السورس ده مش ايدال، في مقاومة هنا، يبقى المقاومتين دول سيريز مع المقاومة بتاعت السورس. طيب عشان اجيب المقاومة ما بين النقطتين دول اللي هي الار، فبقول الجهد المتشاف على التيار المرئي اللي فيه. فاحنا قبل كده كنا بنجيب الجهد، نجيب الجهد ده زائد الجهد ده. طيب ما هو ممكن احنا نعمل كده، او ناخد طريق اسهل. طريق اسهل ان الجهد ده هو بالنسبه لي الجهد ده، هو برضه بالنسبه لي الجهد ده، بدل ما امشيها من البرانش ده كده، لا همشيها من هنا اسهل. تمام. فالار بتاعتي بالنسبه لي هي الجهد المتشاف، الجهد المتشاف اللي هو ناقص في جي اس او في انبوت، ناقص في جي اس او في انبوت، الاثنين ايكوال. طيب في الكرنت اللي مرر فيه، الكرنت اللي مر فيه ما ينفعش بقى نقول في الاتجاه ده، لا ده هو لازم في الاتجاه ده. الكرنت اللي ماشي في الاتجاه ده اللي هو الاي دي، لان هو هنا قبل ما يتوزع كان ماشي هنا كده في البرانش ده اي دي. تمام. حلو. يبقى الاي دي هو التيار المر في المقاومه. لو انت عوضت كده، انا في الاخر عايز فاليو للمقاومه، فعايز المعادله ما يكونش فيها بارامتر مش عارف، فانا هشيل الاي دي واكتب مكانها معادله. فالاي دي الكرنت ده هو عبارة عن الكرنت اللي ماشي ده زائد الكرنت اللي ماشي في الار دي اس، بس بإشارة سالب، يعني الاتجاه هنا لو فرضت الكرنت ده كده اتجاهه كده، والكرنت اللي ماشي في الار دي اس برضه اتجاهه كده، فاجيب التو كرنت دول اجمعهم مع بعض واقول ان هو ده بنيجاتيف الاي دي. ماشي. تمام. الكرنت اللي ماشي هنا سهل، اللي هو الجي ام في مين؟ في الفي جي اس. والكرنت اللي ماشي هنا هو الفي دي اس على الار دي. بس احنا هنا لو بصينا المعادله هنلاقي الكرنت ده جبناه بطريقه اسهل. ايه الطريقه الاسهل دي؟ ان الكرنت ده هو عباره عن الفي اوت على المقاومتين دول بارل. انا باخد دايما الطريق السهل اللي يوصلني للمعادلات. فا ممكن اجيبها من هنا، بس في الاخر المعادلات هتكلكع معايا بالنسبه للار. فانا هنا اشيل الاي دي واحط مكانها ايه، الفي اوت على مجموع المقاومتين دول بارل، على الاتنين دول بارل مع بعض. يبقى الاي دي هو عبارة عن الفي اوت على الار دي بارل مع الار ال. تمام. طب لما اخد الاي دي واعوض بيه هنا،
بقت المعادلة بتاعتي فيها في انبوت وفي اوت ومقاومة بالون مع بعض. الله، طب ما الفي انبوت على الفي اوت هو مقلوب الجيم، يبقى كأن عشان اجيب الار لازم يكون معايا مين؟ الفولتج جين. يبقى جبتها بدلالة حاجة انا حاسبها قبل كده. طيب هل احنا حسبنا الفولتج جين؟ لا، احنا لسه بادئين اهو بالزد ام. عرفنا الزد انبوت هي ار اس بارل مع ار، وعرفنا هنجيب الار ازاي عن طريق الفولتج جين. يبقى احنا دلوقتي هنشوف ازاي نحسب الفولتج جين، وكأننا من خلاله جبنا الار ومن الار جبنا الزد ام. ماشي؟ طيب عشان نحسب الفولتج جين، الرسم بالنسبة لي هنا مش واضحة، فتعالوا نشوفها اهي. ماشي، اتمنى كده تكون مقبولة. طيب الفولتج جين هو الفي اوت على مين؟ على الفي انبوت، وقلنا هناخد وسيط في النص لمين؟ الفي جي اس. طيب عشان نجيب الفي اوت بدلالة الفي جي اس، هروح للحتة دي كده، هروح للحتة دي كده. طيب ما انا عندي الفي اوت هو الكرنت اي دي مضروب في المقاومتين دول ايه؟ بارين مع بعض. فهي الفي اوت بيساوي الاي دي في الار ال بارين مع مين؟ مع الار دي. بس انا عايزه اجيب الفي اوت على مين؟ على الفي جي اس. يبقى لازم اشيل الاي دي دون واكتبه بدلالة مين؟ الفي جي اس. فالاي دي دون هو عباره عن الكرنت ده زائد الكرنت ده باشاره سالب. اهو الاشاره سالب، الكرنت الاولاني اللي جي ام في الفي جي اس اهو، والكرنت التاني هو عبارة عن الفولتج ربع على الار دي اس مقسوم على الار دي اس. طب ما الفولتج ربع على الار دي اس هو في دي اس، يبقى في دي اس على ار دي اس ده الكرنت اللي ماشي في البرانش ده. يبقى الكرنت ده زائد ده بإشارة سالب هو الاي دي. فانا كده جبت الاي دي بدلالة مين؟ الفي جي اس. المفروض ما اشوفش الفي دي اس دي، اشيل الفي دي اس واكتب مكانها حاجة بدلالة الفي جي اس. تمام؟ ازاي هحول الفي دي اس دي للفي جي اس؟ قالك بص، مش الفي دي اس هي ما بين الدرين والسورس؟ حلو. طب ما جهد السورس اصلا ده ايه؟ هو الفي انبوت او ناقص الفي جي اس، يبقى جهد السورس ناقص في جي اس. طب وجهد الدرين هو مين؟ هو الفي اوت بالنسبه لي. فانا هشيل الفي دي اس واكتب مكانها في اوت ناقص ناقص في جي اس، يعني في اوت زائد الفي جي اس. تمام؟ عشان في الاخر الاي دي تبقى كلها بدلالة الفي جي اس والفي اوت، اخدها اعوض بيها هنا، تبقى المعادله كلها في الفي اوت والفي جي اس، اقدر اجيب الترم الاولاني بالفولتج جين. فتعالوا نشوف كده اهي، ان الفي دي اس بيساوي الفي دي ناقص في اس، الفي دي هو الفي اوت، والفي اس هو ناقص في جي اس، فالفي دي اس هو في اوت زائد في جي اس. عوضت بيها في الاي دي، وخدت الاي دي دي ظبطتها، خليت الفي اوت لوحدها والفي جي اس لوحدها، وخلاص خدت الفي اوت دي بقى او الاي دي، عوضت بيها في المعادله رقم واحد اللي هي دي عشان اجيب الترم الاولاني اللي هو في اوت على الفي جي اس. بعد ما عوضت بيها اهو، هنخلي الفي اوت لوحده في طرف والفي جي اس لوحدها في طرف. تمام كده؟ طيب وبعد كده هنقسم الفي اوت على الفي جي اس يساوي كل الكلام ده على كل الكلام ده كده. تمام يعني، يبقى ده الجزء الاولاني من الفولتج جين. اوكي، عشان تجيب الجزء الثاني اللي هو في جي اس بدلت الفي انبوت، تعالوا نرجع للشكل الثاني كده. الفي جي اس بدلت الفي انبوت، هتلاقي ان الفي انبوت بيساوي النيجاتيف في الفي جي اس، وكأن الفي جي اس على الفي انبوت بيساوي ايه؟ سالب واحد. فلما تيجي تعوض بالترم ده، اهو في جي اس على الفي انبوت سالب واحد، فتضرب سالب واحد في المعادله اللي فاتت، فالسالب عندي هيضيع الإشارات في البسط، يبقى كأن الجزء ده على بعضه كده هو بالنسبة لي الفولتج جين أهو. يبقى أما اتضرب في السالب بقى البسط عندي موجب والمقاومة عندي موجب. تمام، يبقى ده الفولتج جين بتاع الكومون جيت لما يكون ايديال سورس. ممكن تاخد ار ال زي شعبة مشترك وتكتبها بشكل مبسط كده زي ما الدكتور كتبها لكم في المحاضرة. تمام، بالنسبة للسيت اب دي الرسمة بتاعتنا، عملت شورت سيركت على الفي انبوت، وشلت الار ال وحطيت مكانها في 2 على اي 2. تمام، تعالوا نشوف هنا لما اعمل شورت سيركت على الفي انبوت، طب ما هو الجهد ده هو الفي جي اس، فبالنسبه لي الفي جي اس بزيرو، يبقى ده بالنسبه لي هيبقى ايه؟ هيبقى اوبن سيركت. طب لما ده يبقى اوبن سيركت، ده الشكل بتاعي في الاخر، طبعا المقاومه دي عشان معاها شورت سيركت، فده الشكل بتاعي. فكاني شايف الار دي
برلل معاها مين؟ RTS، لان هما من نفس البداية ونفس النهاية، يبقى زد اوي بتاعتي هنا هي RD برلل مع مين؟ ال RS. يبقى احنا كده عرفنا التلات حاجات او التلات مطاليب بتاع الكومون جيت، الزد انبوت والزد اوتبوت فولتج جين، بس الكلام ده لما يبقى ايديال سورس. عايزين نعيده تاني لما يكون نون ايديال سورس. طيب بالنسبة للكومون جيت نون ايديال سورس، هتشتغل نفس المعادلات القديمة عادي خالص، بس بدل ما تكتب في انبوت هتكتب مكانها في انبوت داش، وبالعلاقة دي كده تجيب الفي انبوت داش بدل مين الفي. طيب بالنسبة للزد انبوت هتبقى نفس الزد انبوت القديمة بس متضاف عليها مين؟ ار اس. وانت بتكتب المعادلات بتاعت كل حاجة قديمة اللي هي ار دي، بدل ما كنت بتكتب في انبوت تكتبها في انبوت داش، يعني نفس الشغل القديم بس الفي انبوت هتبقى في انبوت ايه؟ داش. تمام. اوكي بالنسبة للفولتج جين هيبقى هنا هيزيد معايا تيرم اللي هو مين الفي انبوت داش. انت جبت قبل كده الفي اوت على الفي انبوت داش، هتضربه في الفي انبوت داش على مين؟ على الفي ام، اهو ده نفس المعادلة القديمة بس هتضربه في الفي انبوت داش على الفي انبوت اللي هو ار اس على مين؟ على ار اس زائد ار اس الصغير. لو احنا باصين في الشكل كده، لو انا حطيت ار اس صغيرة هنا فكأن الفي انبوت داش هي بتساوي الفي انبوت في الار اس الكابيتال على الار اس سمول. تمام. اوكي يبقى نفس المعادلة القديمة مضروبة في فاكتور، الفاكتور ده اقل من 1، وانا كاتبانك هنا هتحل نفس الحل السابق ولكن تشيل كل في انبوت وتحط مكانها في انبوت داش، وبعد كده تشيل في انبوت داش وتحط مكانها الترم ده كله. اوكي الزد اوت بتاعتي هي هتبقى رخمة شوية هنا لان اللوب بتاعتي كلها مقفولة فمفيش كرنت سورس هيتشال ولا حاجة. تمام. فتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا في الزد اوت انا بحط الانبوت بتاعي بزيرو، فبتحط الار اس سمول بارل مع ار اس كابيتال، وشلت الار ال وحطيت مكانها ايه؟ حطيت مكانها في 2 بيطلع اي 2. فالزد اوت هي في 2 على مين؟ على اي 2. تمام. لما بقى نيجي نشتغل على الحسابات بتاعتنا هنبقى عايزين نشوف الرسمة. فالرسمة اهي ماشي، نشوف الجزء ده الأول. طيب هنطبق كيرشوف كارنت لو في النقطة دي. تمام. نقول الكارنت اللي داخل يساوي الكارنت اللي خارج، فالكارنت اللي داخل بالنسبة لي هو اي 2 زائد اي دي، كل الكلام ده بيساوي في 2 على مين؟ على ار دي. تمام. وبعد كده هنحاول ان احنا المعادلة دي تبقى في متغيرين بس اي 2 وفي 2، يبقى عايز اشيل الاي دي واكتب مكانه حاجة اعرفها. فلو كتبت مكانه الكرنت ده زائد الكرنت ده زي ما احنا عملنا قبل كده، فالاي دي هو بيساوي ناقص جي ام في الفي جي اس اللي هو الكرنت اللي فوق زائد الكرنت تحت اللي هو الفي دي اس على الار دي اس. يبقى انا كده شلت الاي دي وعوضت بيه. طلعلي حاجة تانية ان انا عايز المعادلة تبقى في الاي 2 والفي 2 بس، فمش عايز اشوف في جي اس ولا عايز اشوف في دي اس. فانا قلت ان الفي دي اس بيساوي في دي ناقص في اس، وجهد الدرين عندي هو الفي 2. تمام. جهد الدرين هو الفي 2 وجهد السورس هو نيجاتيف الفي جي اس. فنيجاتيف الفي جي اس السالب مش السالب بموجب، يبقى الفي دي اس اقدر اشيلها واحط مكانها في 2 زائد مين؟ الفي جي اس. وكأن الترم ده بالنسبة لي بقى بدلالة الفي جي اس برضه، فانا عايز اشيل الفي جي اس. طيب اوكي تعالوا كده نشوف هنعرف نكمل كده. بص بقى يبقى انا وصلت المعادلة دي، المعادلة دي هتبقى بدلالة الاي 2 والفي جي اس وايه والفي 2. اوكي بس انا عايز مش عايز اشوف الفي جي اس خالص، فانا هحاول اجيب معادلة للفي جي اس. فالفي جي اس بتاعتي هي عبارة عن كارنت اي دي في المقامتين دول بارل مع بعض. طب الاتجاه طالع من تحت لفوق اهو كده، يعمل لك موجب سالب، فالمفروض الفولت هنا هيبقى بإشارة موجب عادي خالص، يعني الكارنت طالع من تحت لفوق هيمشي في المقامتين بارل اللي هما ار اس كابيتال بارل مع ار سمول. يبقى انا كده جبت الفي جي اس بدالة مين؟ الاي دي. طب ما انا افك الاي دي دون بالاي دي اللي انا كنت كاتبه فوق، معلش المعادلة هتكبر شوية، يبقى الفي جي اس هشيل ده واحط مكانه الترم اللي فوق
تعال نشوف كده اهي، عوضت مكانها بالكرنت اي دي، لقيت ان المعادلة هنا في حاجتين، في جي اس وفي تو بس، فهخلي الفي جي اس في طرف والفي تو في طرف. في الفي جي اس اهي 1 زائد، نقلت الترم ده كده هنا ونقلت الترم اللي جوه ده، والمضروب في الار اس بدل مع الار اس هنا، كل الكلام ده بيساوي الترم ده مقسوم على الار دي اس في مين؟ في الفي تو. يبقى انا هنا جبت علاقة تربط الفي تو بالفي جي اس اهي، جبت الفي جي اس لوحدها في طرف والفي تو لوحدها في طرف، بقى في فاكتور. المفروض دلوقتي يبقى انا جبت معادلة تربط الفي جي اس بمين؟ بالفي تو، يعني خلاص الفي تو ما عادتش بالنسبة لي مشكلة. اوكي، تعالى المعادلة رقم 2 دي مع المعادلة رقم 1، ما هي رقم 1 دي فيها ايه؟ اي تو في تو في جي اس، ما انا خلاص جبت الفي جي اس بداية مين؟ الفي تو. لو انا شلت هنا كل في جي اس وحطيت مكانها كل الكلام ده، تبقى المعادلة بتاعتي ايه؟ فانكشن في الاي تو والفي تو بس، واقدر اعوض واجيب الزيت اوت. طبعا انا ما كملتهاش كمعادلات عشان شكلها هيبقى مكلكع خالص، ولكن انت في الامتحان بتجيب ارقام ارقام ارقام، فالدنيا بتبقى سهله معاك، يعني كل ده كده بتحسبه كرقم، فلما تيجي تعوض بالفي جي اس هتقول رقم في الفي تو، فتبقى اسهل لك بدل ما تعوض بالمعادله. وده اللي الدكتور قال لك عليه في بدايه الترم، ان انت تعوض المعادلات اول باول عشان ما تكلكعش منك بس. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نجيب الزد اوت تمام لنان ايديال سورس كومون جيت موسفت، تمام كده. بس احنا كده خلصنا الجزء بتاع المصفت، ان شاء الله هحاول اخلص لكم الشيت الاولاني للاوب امب وانزله، بس انا مش عايزه انزل حاجه قبل ما الدكتور يشرحها، وفي نفس الوقت مش عايزه اخلي الشيت الاولاني في دكتور هشام ياخد مننا اكتر من مره، لان لو هنزل لك بس على الجزء اللي هو شرح لك في المحاضره فيعتبر مسالتين التلاته. انا مستنيه يخلص جزء يخلينا ان احنا نكمل بقيه الشيت بمنتهى البساطه. بس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله شباب. اي حد عنده اي سؤال ممكن يبعت لي واتساب او فيسبوك وانا ارد عليكم ان شاء الله. مع السلامة.